بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل types of railing glass. احنا كنا قلنا المرة اللي فاتت ان في اكتر من types عشان اقدر اعمل بيه او اقدر اعمل بيه create للبلاستر glass railing. يعني احنا لو جينا اهو قلنا ان في 5 types. الخمسة تايبس دولت ان انا اقدر بيهم ان انا اعمل بيهم كرييت البلاستر الريلينج بلاستر جلاس ريلينج. الحالة الاولانية دي احنا شرحناها في الفيديوهات اللي فاتت وقلنا ان احنا بنعمل كرييت بلاستر جلاس بس كيونت. يونت جلاس بمعنى ايه؟ يونت جلاس ان انا لما بيكون البلاستر مثلا وود او خشب وبعدين عايز اغيره فبفتح الايديت تايب من عند البلاستر وبخش على الايديت بلاستر على المين باترن واروح اشوف الفاميلي اذا كان في جلاس او اذا كان في فاميلي جلاس. ما لقيتوش موجود اروح جايبه منين؟ جايبه من اللايبرري. ما لقيتوش برضو موجود ولا هنا ولا هنا بروح ايه اعمل كرييت نيو فاميلي بلاستر جلاس. اوكي دي حالة وعملناها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي بنعمل كرييت بلاستر جلاس ريلينج بس بيبقى وان ستريت جلاس. بمعنى ان انا لما بيكون عندي عملت كرييت الستيرز كستريت لاين او كستريت كلاين يعني باخد السايد بتاعي واروح عامله موديلنج. اخش على الموديل ان بليس واروح استخدم امر الاكستروشن واظبطه او اربط بيه السبورت براكت بتاعي في الستيرز باستخدام الامر ايه الريفولف. النهارده بقى هنعمل برضو حاجه شبيهه زي اللي فاتت برضو بس هنعملها الفورم بتاعي هيبقى على شكل ايه؟ هيبقى شكل ال. طب ايه الفرق ما بين لما بعمل كرييت بلاستر جلاس والفورم يكون ال وبين ستيرز يكون لاين؟ ان في المحاضره اللي فاتت عملنا خدنا السايد اذا كان رايت فيو واعمل منه ايه الموديل بتاعي واعمل كرييت للموديل كاكستروجن. لكن الفورم ال ده ما اخدش الاثنين على بعض. يعني لو هاخد الرايت فيو مش هاخد الرايت فيو مع بعض هاخد سايد سايد لان ما ينفعش ان اخد الاثنين ايه مع بعض. اوكي نيجي بقى هنا احنا نخش على هنا اهو مثلا انا عندي ستيرز زي ده الستيرز ده على الحرف الايه الفورم بتاعي على الحرف ال. اول حاجه ان انا بعملها بعمل سيلكت للريلينج دوت بيجي لي اللي هو الديفولت بتاعي دوت هقول له ايديت تايب. من عند الايديت تايب هقول له دوبليكيت واجي من هنا واروح كاتب اقول ايه نيو ريل 2 مثلا وبعد كده اقول له ايه اقول له اوكي. بيظهر لي عندي هنا ايه بيظهر لي عندي هنا التوب ريل والهاند ريل زي ما احنا ايه شرحنا قبل كده وبعدين هقول له ايه اقول له اوكي تمام. طيب تاني حاجه انا هعملها ايه؟ تاني حاجه ان انا هاخد السايد دوت واخش على الموديل ان بليس واروح عامل ايه اكستروشن كرييت اكستروشن للسايد الرايت بتاعي ده الرايت فيو اللي هو دوت هعمل منه اكستروشن عشان انا اعمل حاجه زي كده. وانا بفضل طبعا على اساس الفيو بورت عندي هنا اللي قدامنا ده 3 دي فيو فانا هخلي 3 دي فيو ده اللي قدامنا يبقى فيه او هخلي الفيو بورت هنا يبقى فيه 3 دي ويبقى قدامي كمان اللي هو الرايت فيو. اوكي طب اقوم انا اعمل ايه؟ هاجي هنا واروح جاي عند الرايت فيو واروح فاتح الرايت فيو كده هبص الاقي الرايت فيو بتاعي ده هو ده اللي انا هشتغل عليه. اوكي هاجي من هنا واروح جاي عند الفيو هنا وبعدين من الفيو حاجة عند التايل فيو يقوم يجي لي ايه يجي لي الرايت فيو اللي هو ده ويجي لي 3 دي فيو اللي هو ده.
اوكي. بعد كده ابتدي اخش على الموديل ان بليس. عشان اخش على الموديل ان بليس هقول له اركتكتشر، والاركتكتشر هاجي هنا عند الكومبوننت، ومن عند الكومبوننت هقول له موديل ان ايه ان بليس. طب انا هشتغل على ايه؟ في نقطة مهمة جدا انا عايز اتكلم عليها، اللي هي انت لما بتيجي وبتعمل موديل، او لما بنيجي احنا بنعمل موديل، سواء عملت اكستروشن، سواء عملت ريفولف، سواء عملت سويب، تمام، بيفتح لك اللي هو، او بتخش جوه الموديل ان بليس، بيفتح لك اللي هو الجالوج بوكس ده، اللي هو فاميلي كاتيجوري اند بارامترز. الفاميلي كاتيجوري اند بارامترز ده عباره عن ايه؟ جمع فيه كل الفاميليز، جمع فيه كل الكاتيجوري بتاعك، تمام، اللي موجود في الريفت، سواء اركيتكشر، ستراكشر، الكتريستي، ايه تاني اللي هو ميكانيكال، كل التخصصات راح احطها فين؟ بلانت، دورز، فلور، كل حاجه، لايتس، فورنيتشر، الى اخره، جمعهم كلهم وحطهم ايه؟ حطهم هنا، حطهم كايه؟ ككاتيجوري، حطهم كايه؟ ككاتيجوري. فانا هشتغل على ايه؟ هشتغل على الستيرز، في حاجه عند الستيرز كده اهو، واروح جاي هنا عند كده اهو، عند الستيرز اهو كده اهو، واروح اقول له ايه؟ اوكي. هيديني يقول لي ايه النيم بتاعي ستيرز 1، هقول له خلوه لي ستيرز 2، وبعدين اقول له ايه؟ اقول له اوكي. يقوم فاتح لي هنا بقى ايه؟ هيفتح لي بقى اللي هو الفورمز الموجوده اللي انا اقدر اعمل بيها الموديل بتاعي، سواء هشتغل اكستروشن، هشتغل بليند، ريفولف، سويب، الى اخره. زي ما انت بتخش في الريفت وبتيجي بتبتدي تعمل كرييت للول، او بتعمل كرييت للفلور. انت عايز تعمل كرييت للول او عايز تعمل كرييت للفلور، تمام، بتلاقي في البانل تايتل بتاعك في كلمه بيلت، تمام، في الاوتوكاد بتلاقي درو. هنا بقى عشان انت بتعمل موديل فبيقول لك ايه؟ بيقول لك فورم. فورم يعني انت بتعمل شكل فورم، بتعمل عليه ايه؟ فورم. اوكي، طيب. وبعد كده هنعمل، هندوس على ايه؟ على اكستروشن. اول ما بدوس على الاكستروشن بيظهر لي الجايلو بوكس اللي هو ورك بلين. الورك بلين ده بيظهر لي امتى؟ بيظهر لي الورك بلين ده لما بكون عايز اعمل كرييت موديل، اي موديل عايز اعمله، سواء اي حاجه من الحاجات دي، حتى الفويد، حتى الريفولف، سويب، يقوم يظهر لي الورك بلين. وظيفه الورك بلين ده ايه؟ او عايز يقول لي في الورك بلين ايه؟ عايز يقول لي انت عايز، حتى هو عارف خلاص ان انت هتعمل موديل، عارف خلاص ان انت هتعمل ايه؟ هتعمل موديلنج. اوكي، بس ما يعرفش في انهي سايد انت هتعمله، بمعنى انت لو هتعمل اكستروشن او ما يعرفش انت هتعمل اكستروشن فين، يا ترى في الرايت ولا في الليفت ولا في الفرونت ولا في البلان، ما يعرفش، تمام. فالورك بلين ده، ادالك الورك بلين ده وفي اوبشن 2 اوبشن. الاوبشن الاولاني اللي هو النيم، الاوبشن الاولاني اللي هو النيم ده انا بستخدمه امتى؟ بستخدمه لما اكون اول، قبل ما اخش على الموديل بتاعي، موديل ان بليس، ها، واجي اعمل ريفرنس بلين، اعمل كرييت ايه؟ ريفرنس بلين، وليكن في البلان. فلما بعمل كرييت ريفرنس بلين بسميه وليكن مثلا اكستروشن بلين او ريفرنس اكستروشن، ماشي، او عايز اعمل ريفولف يبقى اقول ايه؟ ريفولف اكستروشن، تمام، او ريفولف 1 او ريفولف 2، تمام. بعد ما بعمله بقى اخش على الموديل بتاعي، تمام، يقوم هو بقى ايه؟ اروح يا اما استخدم بقى اكستروشن او بليند او سويب، يقوم جاي لي الورك بلين ده، الريفرنس بلين اللي انت حطيته وسميته، تمام، هتبص تلاقيه نزل فين؟ هتبص تلاقيه نزل هنا، تمام. يبقى انا كده اقدر استدعي ايه؟ من هنا. ده لو كان ايه؟ نيم. طب افرض انا ما عملتش ريفرنس بلين وعايز اشتغل بالاكستروشن على طول او ريفولف، يبقى انا هضطر اعمل بيك بلين. هعمل ايه؟ بيك بلين. فاجي هنا عند ايه؟ بيك بلين كده اهو، واروح جاي كده عند ليفل 1، وبعدين اقول له بيك بلين، وبعدين اقول له ايه؟ اقول له اوكي. واجي اقرب قوي كده
واروح اعمل كده واروح دايس على دي، هقول له انا هشتغل على البلين ده، اوكي. وبعد كده هعمل ايه؟ انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل ايه؟ طبعا انا هجيب ليفل 1 هنا ده كده اهو، واروح جاي من هنا. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز من عند البلان بتاعي اللي هو ده، عايز احط اعمل كرييت، عايز اعمل كرييت موديلنج هنا كاكستروشن، بحيث ان الاكستروشن بتاعي بتاع الجراس بتاعي ما يكونش لازق في الستيرز، ما يكونش لازق ايه في الستيرز، بمعنى ان انا هعمل اكستروشن للجراس هنا اهو في السايد بتاعي دوت، بحيث ان هو يكون في مسافة او اعمل اوفست ما بين الستيرز وما بين بداية الايه، بداية البلاسترز او الجراس بتاعي. يعني انا لما هاجي واقول له هنا اهو، واجي من عند الاكستروشن اللي هو هنا، هبص الاقي جيت كده اهو، رحت جاي هنا اهو، هبص الاقي ان انا ايه لازم اعمل له ايه اكستروشن. يعني انا لو جيت كده اهو من هنا هروح اعمل ايه بيك لده، لما اعمل بيك لده، بيك لده عايز احط ايه؟ انا عايز احط ايدج، بحيث ان الايدج ده هو اللي يكون لي البلاستر بتاعي، او اللي يكون لي ايه البلاستر بتاعي. طيب الاوفست بتاعي ده هسيب مسافة قد ايه؟ لو انا هسيب مسافة 30، يعني انا لما هعمل بيكن اهو المفروض انا بسيب مسافة قد ايه؟ 30 مللي او 3 سنتي في حاجة كده، واقول له ايه 30 عشان انا بشتغل ايه بالمليمتر. طيب الاكستروشن ستارت بيبتدي منين؟ من هنا. انت لو خليتها زيرو، انت لو خليتها زيرو يبقى معنى كده البلاستر بتاعك، بلاستر جاز لازق في الستيرز، لازق ايه في الستيرز. لا انا عايز اسيب مسافه ما بين الستيرز نفسه ها و الستارت بتاع الاكستروشن، بدايه الاكستروشن. فانا هسيب مسافه قد ايه؟ 30، اللي هم ال 30 دول 30 مللي، واخد اجمع عليهم بلس السكنس بتاع الجلاس وليكن 8، يبقى كله كام؟ 38. وبعدين اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له ابلاي. وبعدين اجي من هنا واروح جاي كده اعمل ايه؟ بيك بقى هنا، ابتدي احط ايه؟ الايدج بتاعي كده، حاجه كده اهو. وبعدين من هنا فاحنا ايه؟ فهمنا العمليه ماشيه ايه ازاي؟ واجي من هنا كده اهو، واجي كده اهو، واروح حاطط ايه؟ بيك كمان هنا اهو بهذا الشكل، اوكي؟ سكيب مرتين. هاجي هنا اروح اعمل تريم، انضف بقى، هقول له ده مع ده، واقول له ده مع ده، اجي كده اهو، واروح جاي هنا اهو، واقول له ده مع ده، واجي هنا واروح اقول له ايه ده مع ده، اوكي تمام قوي. بعد كده احط بالمره ايه الماتيريال بتاعي، حاجه عند الماتيريال، ماتيريال، اخش هروح داخل على ايه، هروح داخل على الماتيريال براوزر بتاعي، هلاقي الجراس بتاعي هنا اهو، اوكي هاخد كده اهو واروح اقول له ايه، افتح اللون شويه، اقول له اد، اوكي. واتاكد، اتاكد خلي بالك، اتاكد الترانسبيرنسي يكون عادي 80 90 كده. وبعدين اقول له ايه؟ اقول له ابلاي. وبعدين اقول له ايه؟ اقول له اوكي. وبعدين اقول له ايه؟ اقول له فينش. لما اجي عند 3 دي فيو كده اهو، هبص الاقي الايه الحاجه اتظبطت عندي بهذا الشكل، هروح اقول له ايه؟ اقول له فينش. لما اجي هنا عند الرايت فيو، هاجي هنا اقول له كده اهو، اقول له فاين. وبعدين من هنا هقول له كونسيدر كلر، هبص الاقيه راح جابه لي ايه؟ حطه لي بهذا الشكل. طبعا هنا علشان الايه؟ ال 3 دي، ال 3 دي فيو او الشفافيه بتاعتي ايه؟ موجوده مش باينه قوي هنا، حاجه كده اهو، اروح اقول له كونسيدر كلر، هبص اهو بان هنا هو عندي عشان هنا 3 دي فيو. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هاخد دوت ارجع تاني ده اخليه هايدن، ومن الهايدن هعمل ايه؟ هعمل اللي هو الالاين علشان ارفع البلاستر بتاعي لغايه التوب، يكون الالاين مع التوب ريل بتاعي. يعني انا عايز اخلي ان البلاستر او الموديل، احنا نسميه موديل، الموديل بتاعنا ده اللي هو بتاع الجلاس يكون يطلع الاين على مع الايه؟ مع التوب ريل بتاعي. يبقى انا هاجي هنا واقول له الاين، وبعد كده راح اقول له من هنا يطلع لغايه هنا، واروح قافل ايه؟ واروح قافل بالقفل.
هيرجع تاني كده اهو. يبقى انا كده حطيت الايه الجراس بتاعي هنا اهو. فاضل بقى ايه؟ فاضل ان انا اربط بقى ايه البراكت بتاعي هنا اهو. اوكي، عشان اربط البراكت بتاعي هنا اهو برضو هعمل مودلز. يعني انا هاجي كده اهو، انا عندي هنا اهو بهذا الشكل، واروح جاي اقرب قوي قوي كده اهو، احط هنا بس عشان الريزوليوشن. انا عندي الايه، ادي الجراس اللي انا عملته هنا اهو، بس عملته في الرايت. هروح حاطط ايه، هحط براكت يربط بالايه البلاستر جلاس بالايه بالستيرز. اوكي، طب ده علشان انا اعمله هستخدم امر ايه، هيبقى موديل برضو، هعمله ايه كموديل ان بليس ماشي، بس هعمله بقى ايه مش اكستروشن، بل هعمله بامر ايه، هعمله بامر اللي هو الريفولف. طيب انا عشان استخدم الريفولف هاجي هنا عند البلان بتاعي هنا اهو، واجي هنا اهو بهذا الشكل. اوكي، طيب انا عشان اول حاجه انا هعملها ايه، انا هحط لما اجي كده اهو، اروح اعمل كده واجي هنا اهو، اجي البراكت بتاعي اهو موجود هنا اهو، واجي البراكت بتاعي ده عايز احط البراكت بتاعي ده واربطه ايه بالايه بالستيرز بتاعي ده، هستخدم فيه امر الايه، هستخدم فيه امر ايه الريفولف. طبعا هنا علشان ال 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 الريل هنا مضايقنا ومخبي الايه الستيرز بتاعي مع الايه الجلاس. انا علشان ما حاجه ما تتخمنيش هروح اعمل سيلكت ده كده، و يا اما ان انا اخليه واير فريم تمام، بحيث ان انا اشوف تحت التوب ريل واشوف الجلاس بتاع، يا اما ان انا اخليه، وده اللي بفضله ان انا اعمل ايه، اعمل هنا اهو، اروح اعمل سيلكت للتوب ريل بتاعي ده واخليه هايد اليمنت تمام. يبقى انا اقدر كده اشتغل على كلين، اقدر كده اشتغل ايه، اشتغل على كلين. هاجي هنا اروح اخش بقى على الموديل، عشان موديل بليس، عشان اعمل ايه، عشان اعمل ريفولف. هروح جاي كده هو اقول له اركتكتشر، ومن الاركتكتشر حاجه عند كومبوننتس موديل ان بليس. من عند الموديل ان بليس هروح واخد ايه كاتيجوري وليكن اللي هو جينيريك موديل، اقول له اوكي. هيجي جينيريك موديل 2 او 1 هقول له اوكي تمام، هيظهر لي مجموعه الفورم زي ما اتعلمنا. هقول له ايه، هقول له ريفولف. من عند الريفولف كده هاجي هنا واروح مقرب قوي كده، هاجي هنا عند اللي هو ده، واروح جاي كده واجي هنا هبتدي اعمل ايه، هعمل اللي هو لو انا قربت قوي كده اهو، واعمل الايه البراكت ده، هاجي هنا واروح دايس على جي، واروح جاي من هنا مثلا حته زي كده، واجي من هنا واروح اعمل كده اهو فروم بوينت تو تون بوينت، رايت كليك كانسل، وبعد كده هاجي هنا اهو، هاجي كده واروح اعمل ايه، هخش كام 17 مللي، اروح جاي كده اهو، واجي من هنا اقرب او كده، واجي كده اهو اروح اعمل كام، اكتب وليكن مثلا 17 تمام اهو، وبعدين ارجع كده اهو اجل ايه لغايه لما اوصل للسكنس بتاع الايه الجلاس بتاعي، وبعدين هرجع تاني هنا اهو، لان انا عندي هنا اهو ده كده اهو، هرجع تاني هرد تاني كده في حاجه كده اهو، واروح جاي من هنا واروح جاي لغايه هنا اهو، وبعدين اجي ايه اجي اللي هو اللي هو الايت الايت، فاروح جاي كده اهو واعمل كده اهو، وبعدين من هنا اروح جاي كده واكتب ايه واكتب 8 وبعدين اقول له انتر، وبعدين اروح عندي هنا اهو كده اهو، اروح جاي لغايه نص الايه نص ال 52، نص ال 52 يبقى كام، يبقى 26. يبقى انا هاجي كده واروح واخد ده كده واعمل كده اهو، من هنا اروح جاي واكتب كام، او اوصل لغايه 26، كنترول زد، معلش ما كانتش مظبوطه، كنترول زد، هاجي من هنا واروح اعمل كده واقول له اكتب كام 26 انتر
تمام، وبعدين اوصل لغايه هنا، وبعدين اعمل ايه؟ اعمل كلوز. يبقى انا كده عملت الايه؟ عملت الايدج بتاعي زي ما هو ايه موجود. فاضل بقى ايه؟ فاضل انا هعمل امر ريفولف، والامر الريفولف بايه؟ بيعمل ايه؟ لازم يكون في اكسس، عشان الاكسس ده هو اللي ايه؟ الريفولف اللي يلف على الاكسس ده. زي ما انت بتعمل، زي الناس اللي كانت بتشتغل في الاوتوكاد لما يجي يعمل ريفولف كان بيبقى فيه اكسس عشان يقدر يلف عليه. ترسم فازه، بترسم قبه، بترسم اي حاجه فيها سيركل، لازم يكون في اكسس وانت تحدده الاكسس ده عشان يقدر يلف عليه. فاحنا هنيجي هنا نعمل اكسس، ومن الاكسس ان هو حتى هتيجي عند اللاين وتاخد من هنا لغايه هنا اهو. رايت كليك كانسل، وبعدين تقول له ايه؟ تقول له فينيش. اوكي، هناخد ده كده زي ما عملنا في الايه؟ في الجلاس. ونيجي هنا ونقول له الماتيريال، هنخش جوه ماتيريال براوزر ونكتب وليكن ميتال. ميتال الومنيوم اللي هو ده مثلا، نعمل له رايت كليك ونقول له دوبليكيت ونسميه ميتال الومنيوم براكت. اوكي، وبعدين هناخد الكالر بتاعنا ده وليكن هناخده حاجة زي او حاجة زي كده، اقول له اد، اقول له اوكي ابلاي، اوكي خلاص تمام. وبعد كده هقول له ايه؟ هقول له فينش. لما اجي هنا اهو وهروح جاي عند 3 دي فيو كده اهو، ومن عند 3 دي فيو اجي كده هبص الاقي ايه؟ راح ايه جابهولي بهذا الشكل. هاخد ده كده واروح اعمل له ايه؟ موف. اروح جاي من هنا. قبل ما ابقى اعمل الموف هتقول لي الله، طيب انا حاجه اعمل له ايه؟ هعمل له هايدن. هايدن اهو. طب انا عايز اشوف اللي ورا الايه؟ الستيرز، عشان اشوف التريد والرايزر مش شايفهم، عشان اقدر احرك الايه؟ البراكت بتاعي. هقول لك يبقى انت تيجي كده وتخليه ايه؟ واير فريم. خلاص؟ هناخد ده. طب نعمل له ايه؟ هنعمل له موف. اروح اعمل سيلكت ده كده اهو واقول له ايه؟ اقول له موف. طبعا لازم الكونسترين يكون موجود. اروح جاي كده اهو واروح طالع بيه لفوق. لا ده مش عايز يطلع معايا فوق، مش عايز يطلع معايا. اقوم اعمل ايه؟ اعمل ديسجوين ده. لما اعمل ديسجوين كده هبص الاقيه ايه؟ راح جه ايه بهذا الشكل. اوكي تمام، هاخد ده واعمل له ايه؟ كوبي. هقول له كوبي، ومن عند الكوبي هقول له مالتي بلاي، وبعد كده هروح واخد ده كده واروح طالع بيه كده اهو، وبعدين التاني هيطلع ايه؟ كده اهو تمام. رايت كليك كانسل. تمام، يبقى انا كده حطيت الايه؟ الاثنين دولت. هاجي هنا واروح واخد ده كده واعمل له سيلكت. من عند سيلكت كده هروح اقول له كوبي، ومن عند الكوبي اتاكد الملتي بلاي موجود، واروح جاي من هنا رايت كليك اوفر رايد سنتر، اخد ده كده، وبعدين ابتدي اروح حاطط الايه؟ الايتمز بتاعي. تمام، واحد واحد كده اهو كده تمام كده، زي ما عملنا في الايه؟ في المحاضرة اللي فاتت كده اهو. اوكي كده وده كده اهو. اسكيب مرتين. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده عملت اللي هو الاكستروشن بتاع الجلاس، وحطيت البراكت بتاعي. اوكي، طب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هاجي عند البلان اللي هو ده كده، واروح جاي كده هروح اعمل ايه بقى؟ هرجع تاني ريست تمبور هايد علشان يبان الايه؟ يبان الريلينج بتاعي. طب تعالى بقى هنا، انا لو قفلت ده كده اهو تمام، وجيت هنا اهو وجيت عند 3 دي، من عند 3 دي كده اقرب قوي كده واجي هنا هبص الاقي ايه؟ انا اجي سكيب مرتين واروح جاي من هنا، ومن هنا هقول له هايدن. هبص الاقي ان التوب ريل بتاعي ده مش في المنتصف بتاع الايه؟ الريلينج. بمعنى اخر ان انا لو جيت عند الفيو كده اهو،
فين الفيو؟ ادي الفيو، وبعدين قلت له تايل فيو، بيجي لي هنا 3 دي فيو وبيجي لي هنا البلان. هلاقي ان ال التوب ريل بتاعي ده فين؟ المفروض يكون فين؟ يكون فوق في السنتر بتاع الايه؟ البلاستر جراس، لكن هو مترحل شويه، يبقى انا لازم اعمل له ايه؟ اوفست، لازم اعمل له ايه؟ اوفست. وعشان اعمل له اوفست، في قبل ما اعمل له اوفست واحرك التوب ريل بتاعي ده او التوب ريل بتاعي ده، عندي هنا الايه؟ البلاستر القديم اللي كان موجود ده ملوش اي لازمه بقى خلاص. ده انا هعمل له ايه؟ انا هخفيه، انا هعمل له مش هايدن، هخفيه، هخفيه من جوه الايه؟ من جوه الريلينج بتاعي. فهخش في الايديت تايب، من عند الايديت تايب اخش جوه البلاستر بليسمنت، من عند البلاستر بليسمنت هاجي عند المين باترن من بلاستر فاميلي، وهقول له البلاستر القديم اللي كان موجود ده انا مش عايزه، انا مش محتاجه، هقول له نان. وهقول له لو انت عندك ستيرز والستيرز ده فيه بلاستر برضو، ايه اخفيه، انا مش عايزه نان، مش عايز، لا شيلهولي خالص. واجي عند البوست، البوست تاست بوست هيبقى نان، كورنر نان، وده نان. وبعدين هقول له ايه؟ هقول له اوكي اوكي. راح عامل لي ايه؟ حط لي الجلاس بتاعي بهذا الشكل. خلاص فاضل بقى ايه؟ فاضل ان انا اخد التوب ريل بتاعي ده واروح محركه فين؟ بحركه عند الجلاس هنا. فمن عند التوب ريل كده بعمل، انا عامل سيلكت كده، اطلع لغايه فوق كده وهلاقيه مدوني كام؟ اوفست فروم باس كام؟ 25. انا هقول له طب ما تخليه لي زيرو، خليه لي ايه؟ زيرو، نقطه الاصل. اوكي؟ وبعدين اقول له ايه؟ ابلاي. بصيت لقيت ان هو اتحرك زيرو سنه صغيره كده. اوكي؟ طيب انا هعمل ايه؟ انا عايز اخلي اعمل اوفست بحيث ان التوب ريل ده يكون في السنتر بتاع الجلاس هنا اهو. اقوم انا اعمل ايه؟ هاجي عند الموديفاي، والموديفاي اجي كده اهو، هقول له ميجر، ومن عند الميجر هاجي من هنا لغايه هنا كام؟ 16 مللي. كام؟ 16 مللي. طب وعرض التوب ريل ده كام؟ 50. يبقوا نصه كام؟ 25. يبقى 25 ماينس 16 اللي هي جي، يبقى يجي لك كام؟ 9. يبقى انا هعمل سيلكت ده كده اهو، واروح جاي عند الاوفست اهو، واروح اقول له ايه؟ ماينس 9. وبعدين اقول له ابلاي، راح جه فعلا ايه؟ جه في الوسط اللي موجود هنا اهو. اجي من اهو بعد كده كده، واروح جاي من هنا واعمل سيلكت لده كده اهو بهذا الشكل، تمام؟ او ان انا اعمل كده اهو، واخد الاول ده عشان ما ي... او ناخده من هنا احسن، معلش ناخده من هنا التوب ريل عشان ما يضايقناش اهو، وهاجي من هنا واقول له ايه؟ هايد اليمنت. اوكي؟ هروح جاي كده اهو، واروح اعمل ايه؟ سيلكت لده، هعمل ايه كده اهو، واروح اعمل ايه؟ سيلكت ايه لده. اوكي؟ راح اعمل لي سيلكت ده كله اللي موجود هنا. وبعد كده هروح اقول له ايه؟ هقول له ميرور بيك اكسس، ومن هنا هروح اعمل كده اهو، واروح جاي كده، هيروح رامي لي ايه؟ رامي لي الناحيه الثانيه. لو انا جيت كده اهو ورحت جاي من هنا، هقول الله، طب وده ده سهل جدا، سكيب مرتين، وبعدين هقول له ماتش بروبرتيز، واجي من هنا وهقول له اهو ماتش، واجي من هنا واقول ده يبقى خليه ايه؟ خليه ده، اصبح ايه؟ زي التاني بالظبط. تعالى بقى كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. قرب، تعالى قرب كمان كمان، هتبص تلاقي راح هو حاطط لي الايه؟ حاطط لي البراكت بتاعي بالحاجه بتاعتي ايه؟ زي ما هي موجوده. خلاص اوكي؟ واجي البراكتس بتاعي موجود. هاجي من هنا واجي هنا اهو، واروح واخد ده زي ما عملنا في التاني. اوعى تعمل ميرور، هتعمل جيليت ده وبعدين تعمل ميرور، هيلخبط لك الدنيا كلها. اوكي؟ او ما نعمل ايه؟ اخد ده كده اهو، واروح ايه اقول له ايه؟ برضو خلي زيرو، وبعدين تقول له ابلاي، وبعد كده من هنا هتعمل ده وتروح تقول له ماينس، على طول ايه؟ ماينس 9 برضو، وتقول له ابلاي، هيروح جاي فين؟ جاي في الوسط. يبقى عمل ايه؟ عمل اوفست على السنتر بتاع البلاستر جريس. تعالى بقى هنا
لو حبينا نشتغل على الحتة دي، على الحتة دي نفس الحكاية بس هعملها من غير ميرور، هاخد ده كده برضو واروح اعمله بهذا الشكل برضو، نفس الحكاية برضو. اوكي، في حاجة من هنا واروح جاي واظبط الايه الحاجة بتاعتي زي ما هي ايه موجودة. طب انا هعمل ازاي بقى، حاجة ازاي حاجة ان انا اشتغل على جي برضو نفس الحكاية برضو. طب علشان انا اشتغل هنا يبقى المفروض ان انا هشتغل على ايه، مش على الرايت، هشتغل على الليفت. يبقى اجي هنا اهو من عند الاليفيشن وهقول له ويست، اروح جاي عند الويست كده، هيروح جاي لي الويست هنا اهو، اروح جاي اعتقد اللي هو ده. اوكي تمام، وبعدين هروح اروح حاطط الايه الحاجة بتاعتي بهذا الشكل. حاجة هنا اشتغل ازاي، ان انا هقول له ايه، هقول له اركيتكشر، والاركيتكشر هقول له كومبوننت، والكومبوننت بليس موديل ان بليس، ومن موديل ان بليس هقول له ستيرز واقول له اوكي تمام 3 اوكي. وبعدين حاجة هنا اقول له اكستروشن، وبعدين من عند الاكستروشن هقول له بيك بلين ليفل 1 اوكي. خلاص كنسل، نيجي هنا اهو واروح جاي واجي اقول له اكستروشن بيك بلين ليفل 1 اوكي 3 دي فيو اوبن 3 دي فيو اهو. وبعد كده هروح جاي هنا واروح اقول له انت هتشتغل على ايه، هتعمل بيك على ايه، هقول له اسكيب وهقول له انا هعمل على السايد ده. طب انا عشان اعمل السايد ده اجيبه ازاي، اروح جاي كده واجي ده كده اهو واروح مقرب قوي بهذا الشكل، وهقول له انا عايز اعمل بيك هنا اهو. ما جاتش معاك هنا، ما جاتش معاك ايه هنا، ترجع تاني تعمل ست، ترجع تاني تعمل ايه ست، وتقول له بيك بلين، وتقول له ايه بيك بلين اوكي، وتيجي هنا وتروح عامل بيك اوكي. لو ما جاش على البيك بلين تعرف ان الاختيار بتاعك ما جاش على البيك بلين، بمعنى هتعمل كده ست مثلا اوكي. وبعد ما عملت له كده قلت له اوكي وجيت عملت بيك وما جاش البيك بتاعك هنا اهو، تعرف ان هو الاوبشن بتاعه على النيم مش على بيك بلين. دي نقطة مهمة جدا، دي نقطة ايه مهمة جدا عشان انت تبقى عارف. هنيجي هنا اهو عند الويست، ومن عند الويست اجي كده اهو، وبعدين هاجي هنا واروح اقول له بيك كده اهو، ونفس الحكاية برضو الاوفست بتاعي هيبقى 30 تمام، وهنا من 30 38. اجي من هنا واروح جاي واروح اعمل كده اهو كده اهو، وبعدين هاجي هنا اهو وليكن اخد حاجة اللي هو الستاندر بتاعي، اجي البتاع ده يبقى كده اهو تمام، واجي من هنا وكده اهو تمام. وبعد كده هروح اعمل تريم ده مع ده وده مع ده وده مع ده وده مع ده، يبقى انا كده عملت الايه، عملت الحاجة بتاعتي دي. طبعا هيبقى هو نفس الماتيريال بتاعي اللي هو الجلاس، وبعدين هقول له ايه، هقول له فينيش، هبص الاقيه راح ايه حاطته لي فين، حاطته لي هنا اهو بهذا الشكل. هحط البراكت بتاعي، من عند البراكت بتاعي حاجه عند البلين ليفل 1، المهم انا هقول له فينيش الاول، وبعدين حاجه كده اهو، واروح جاي واقرب قوي هنا اهو، من هنا اروح حاطط الايه البراكت بتاعي حاجه كده اهو، واروح مقرب قوي كده واخد التوب ريل بتاعي ده، ومن التوب ريل كده هاجي عند التمبوري هايت اقول له ايه هايت اليمنت، وبعدين اجي من هنا واروح مقرب قوي بهذا الشكل. خلي بالك هنا في نقطه بقى ايه مهمه جدا، هنا طلعت ايه فوق كده اهو، انا عندي هنا انا هنا عندي ايه ليفل 1 اوكي. طيب انا لما اجي هنا عشان احط البراكت بتاعي كده اهو تمام، انا مش لاقي الجلاس اهو اوكي، يبقى معنى كده ان انا لازم اجي كده اهو واروح على الايه على الليفل 2. لما اجي على الليفل 2 هبص الاقي ايه جاي معايا اللي هو ايه
اللي هو التوب ريل ده، وايه والجلاس او الحاجه بتاعت شنو، هاجي من هنا واروح جاي كده اهو، واعمل له هايد برضو علشان اشتغل على كلين زي ما احنا ايه بنتكلم او نعرف نعملها ازاي. هاجي من هنا واقول له architecture components place in model، من عند place in model هروح جاي كده اهو، واروح اقول له generic model، وبعدين اقول له ايه، اقول له اوكي اوكي لا مش 43، ده معموله 3، هقولها مثلا هي 3، الكلام ده غلط يمكن. اوكي وبعدين family is already يبقى ده على نفس الاسم، يبقى اقول له ايه want to specify a different name yes، يبقى انا اخليه كام، اخليه 4، لان عملنا اسم قبل كده generic model 3 برضو نفس الحكايه كده اهو، يبقى انا هخليه كام، اخليه 5 تمام. بعدين اقول له ايه، اقول له اوكي برضو نفس الحكايه يس، يبقى انا اخليه ايه مش مشكله بقى، نخليه ايه 5 كبلوكس ايه 5 تمام. وبعدين اقول له ايه، اقول له اوكي عشان ايه ما نغلبش بقى خلاص. وبعد كده حاجه اقول له ايه، هقول له ريفولف، من عند الريفولف حاجه هنا نفس الحكايه برضو اللي انا عملته هنا، وابتدي اعمل الايه الحاجه بتاعتي، اروح جاي كده اهو واروح واخد من هنا واعمل كده اهو، واجي لغايه هنا اهو وانزل كده اهو علشان بس ايه يكون شغلنا مظبوط، اجي كده اهو واروح جاي من هنا، احنا عملنا اللي هو ده، وهنخش جوه هنا اهو لان احنا ماشيين كده، يبقى احنا المفروض نخش كده مظبوط، يبقى نيجي كده وبعدين من هنا واروح جاي كده اهو واخش قد ايه 17، اروح جاي كده واطلع كام، اطلع 17 انتر، وبعدين اجي من هنا واجي كده اهو واروح راجع تاني كده، وبعدين اطلع تاني 8 زي ما عملنا المرة اللي فاتت، بعدين 26 انتر، انزل تاني واعمل كده واروح اقول له ايه، اقول له كلوز تمام. وبعد كده اجيب الاكسس، من الاكسس هاخد من هنا واعمل اكسس كده علشان يلف حوالين الريفولف، واقول له ايه، اقول له فينيش، هيروح عاملها لي فين، عاملها لي بهذا الشكل. وبعد كده اقول له ايه، اقول له فينيش اوكي. تعالى كده كده بقى هات الويست بتاعك، انزل من عند الويست كده اهو اوكي، انزل كمان كمان، ده مش موجود، طب اقوم اعمل ايه، هاجي هنا اقول له ايه واير فريم، من عند الواير فريم اجي كده اهو وادور عليه، هبص الاقيه ايه كاست ان بليس، اهو هبص الاقيه، بص بص جابولي فين، جابولي فوق خالص هنا تمام. او انا انزله ايه، انزله تحت تمام، او ما نعمل ايه، اروح واخد ده كده اهو وبعدين اقول له ايه موف، واختار الايه كونسترنت ده، واجي من هنا واروح جاي كده رايت كليك واقول له سناب، واقول له ايه سنتر، واجي من هنا كده واروح جاي كده. مش عايز ينزل معايا، يبقى اعمل ايه، اشيل الديزاين ده برضه مش عايز ينزل، يبقى احط الديزاين تاني اهو، راح نزل تاني كده كمان 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 كمان، اروح حاطه فين، اروح حاطه هنا اهو، يبقى انا كده راح بحطولي ايه، حطولي اهو بص في هذا الشكل بنفس بتاع الكونسترنت. الكونسترنت ده مهم جدا، الكونسترنت ده عندي ايه مهم جدا اوكي. هعمل سكيب مرتين، اخد ده كده واروح اقول له موف، ومن الموف ايه هروح جاي كده واعمل كده اهو واطلع بيه لغايه كده اهو، واخد ده تاني كده واقول له كوبي، واروح اعمل سيلكت ده كده اقول له كوبي تاني، وخليه كونسترنت، وبعدين اخده من هنا واروح نازل بيه لغايه ايه تحت كده اهو تمام. هعمل ملتيبلاي اوكي، واعمل واحد تاني كده اهو، واطلع ايه كده اهو، واجي كده واروح حاطط الاخير، حط ايه بهذا الشكل، رايت كليك كانسل خلاص
تمام. هاخد ده واروح اعمل ايه، جاي كده اهو، واقول له edit in place، ومن edit in place هاجي كده اهو علشان احط الايه الماتيريال بتاعي. انزل كمان فين المفروض ان انا اعمل بيك تاني، تمام. وبعدين اجي كده اهو هبص الاقي الايه الماتيريال بتاعي موجود اهو، اروح داخل بيه كده اهو، واروح اقول له ميتال انا عايز ده، وانا اقول له اوكي خلاص تمام بقى بهذا الشكل، وانا اقول له ايه، اقول له فينش، وانا اعمل سيلكت التاني كده، واجي هنا واروح جاي كده اهو، واروح ايه ده واقول له اوكي. هاخد برضو نفس الحكايه فينش، برضو هاخد واحد واحد برضو، وده و ان بليس نيجي كده سيلكت تاني كده، واخد ده كده واروح اقول له ايه موديل ميتال اوكي فينيش، وكله على كده بقى اديت ان بليس ده سوري ده. وبعدين بتيجي اهو وتاخد ده كده وتروح موديل ميتال اوكي فينيش، وده اديت ان بليس، وتروح اعمل سيلكت تاني كده، تاخد ده كده وتروح داخل كده اهو، والاخير فينش، والاخير نفس الحكايه اديت ان بليس، وتيجي كده اهو وتروح استعمل سيلكت تاني عشان تحدده، وتقول له كده على الميتال اوكي خلاص، وبعدين فينش. يبقى احنا كده عملنا ايه، حطينا البراكت بتاعنا ده، تروح مقرب او كده سكيب مرتين، وبعدين تيجي كده اهو خليني هنا وتعمل كده اهو، هتقول له اللاين او تيجي كده علشان تبقى الحاجه باينه قدامنا، وهنيجي نقول له اللاين ده هنودي ايه يطلع بيه لغايه هنا ويقوم طالع لغايه فوق اوكي بس كده. يبقى احنا كده ايه عملنا البتاع ده، لما اجي كده اهو وقرب قوي كده، واجي عند من عند 3 دي فيو كده، واروح جاي هنا واروح جاي الهوم بتاعي، واجي ابص كده هبص الاقي ايه راح عملت الايه، عملت النموذج بتاعي، ونفس الحكايه بالنسبه لي. اللي انا عملته هنا هعمله هنا بالظبط كده. يبقى احنا قدرنا تقريبا شرحنا ازاي ان احنا بنعمل كرييت بلاستر جلاس سواء لاين او سواء الايه بالنظام اللي هو الفورم على فورم ال، تمام. المره الجايه باذن الله هنتكلم ازاي ان انا بعمل كرييت، بس بقى ايه جي سريعه شويه، اخد ازاي ان انا اخد السترينجر بتاع الستيرز، السترينجر بتاع الستيرز واحوله لايه لكلاس، ويبقى ريلينج مش كده وبس، ان انا اخده وبعد كده اكمل الريلينج بتاعي الجلاس اكمله داير ما يدور باذن الله ان شاء الله المره الجايه.